السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. النهاردة هنشرح مع بعض Teamwork and Effective Communication. في محاضرة النهاردة هنعرف يعني ايه Teamwork، هنعرف Teamwork Matters، ايه الـ Stage عشان اقدر اكون Teamwork، ايه هي المواصفات اللي اقدر بيها ابني فريق Effective، وازاي او ليه نعرف مع بعض الأسباب اللي بيها إن ممكن التيمز يحصل في ديستوربنس أو يحصل إن التيم ما يكونش يأدي شغله بكفاءة. البنفيت إن أنا بشتغل في تيم، هل في ديس أدفانتج وعيوب للتيم، هل ممكن أتعامل معاها ولا لأ، وبعد كده هنقول conclusion. يبقى الأوتلاين at the end of this lecture: the student will be able to define teamwork, describe teamwork matters, identify the stage of teamwork building, explain how building effective teams, mention causes of teams fail, discuss benefits of teamwork, disadvantage of teamwork. في الانترودكشن بنقول teamwork can be defined as the skill to work with a team of people collaboratively for achieving a particular goals. يبقى أنا علشان أعمل فريق عمل، ده عبارة عن مجموعة من الأشخاص هنبقى مع بعض بنكمل بعض بمهارات معينة علشان أقدر أوصل للهدف معين اللي التيم وورك بيتفق عليه، ويبقى انتاج العمل دوت جماعي نوصل لنفس الهدف. بنقول برضو it plays an important part in the success of business because it is important for colleagues to work in a team and try their best in all the condition. طبعا يبقى مهم جدا عشان اوصل لعمل ناجح يبقى فيه كل أعضاء الفريق لازم يبصوا لنفس الجول، ويبقى هدفنا واحد ان احنا نوصل بيه بأفضل حال. What is teamwork؟ يعني ايه العمل خلال فريق؟ Teamwork is the collaborative effort of a group. هو ان احنا بنجمع كل قوى الجروب دوت to achieve a common goal علشان نقدر نوصل و نحصل على الهدف اللي احنا حددناه من الاول، or to complete a task in the most effective and efficient way، او علشان نوصل بهدفنا ان احنا نقضي مهمة معينة او نقوم بعمل معين يكون ذات تأثير وكفاءة نفس الطريق اللي احنا كلنا بنتفق عليه. كمان بنقول the concept is seen within the greater framework of a team which is a group of interdependent individuals who work together toward a common goal. بنقول ان مفهوم عمل الفريق او العمل في فريق لازم تكون المجموعة المشتركة من الاشخاص دي بيكملوا بعض، بيشتغلوا مع بعض علشان نوصل لهدف واحد. كلمة تيم جت منين؟ لو بصينا على كل اول حرف من الكلمات اللي احنا شايفينها دي together everyone achieves more، خدنا T-E-A-M دي الابريفيشن بتاع تيم، ان احنا مع بعض كل واحد فينا بنقدر ننجز اكتر ونوصل لي الهدف بتاعنا. هل انا علشان اكون فريق عمل ليه مراحل معينة؟ ايوه، زي ما احنا شايفين في بعض السيريز حطتها 4 stage، وفي بعض الكتب التانية والثيوريز التانية حطتها 5، لكن الموستلي اللي احنا عايزين نوصل لهم هم الاربعة دي: forming, storming, norming, performing. هناخد كل واحدة دلوقتي بالتفصيل يعني ايه forming, storming, norming, performing, adjourning. هنتكلم على stage 1 forming، تكوين الفريق.
عبارة عن ايه؟ This is simple the bringing together of a group of individuals. دي ازاي هنقدر نجمع مجموعة من الاشخاص تكون فريق العمل مع بعض. At this stage members discuss. هنبدأ اول ما الاشخاص هنتجمع هنبدأ نتناقش في الهدف اللي احنا عايزين نوصل بيه، نشوف مهارات كل واحد، الاحتياجات والاستراتيجي اللي هنبدأ نشتغل عليها. How to approach goals، ازاي نوصل لهدفنا. And what skills are needed، ايه المهارات اللي عايزينها، ونشوف كل واحد فينا ايه المهارات اللي عنده علشان كل واحد ياخد الجزئية او المهمة اللي يقدر ينجز فيها بكفاءة. Identify strategy determine the individual role، ونبدأ نوزع الأدوار لكل شخص هو ايه الجزئية اللي هو ماهر فيها. بعد كده هيحصل developing trust and communications is an important، طبعا مهم جدا ان يبقى في ثقة بين اعضاء الفريق عشان يبقى في تواصل جيد، دي مهمة جدا عشان نقدر نكمل عمل. Because it serves to clarify the team's missions and power team members، علشان تقدر تشوف بوضوح ان مهمة التيم دي اللي احنا عايزين نوصل لها ايه، وازاي يبقى في قوة ترابط بين كل اعضاء الفريق. تاني مرحلة في تكوين الفريق storming، بتتميز بايه؟ بشوف فيها في argument و conflict. هنا ممكن الاقي في بعض المجادلات، في بعض المشاحنات، ولكن مهم جدا ان انا اقدر اتعامل معاها بمنتهى الحكمة والذكاء. A type in the moral diagnose conflict. Find out if everyone agree on rules. ممكن بعض الأشخاص في مهام معينة مش موافق عليها، هفهم رأيه إيه، وممكن هو بيكون لم يجد هذه المهارة، فبالتالي هنا هبدأ أشوف المسؤوليات والresponsibility وإيه المشكلة اللي ممكن نتوقعها وإيه حل المشكلة. يبقى هشوف كل واحد الكونفليكت ده هيجي منين، لو انا مش موافق على الرولز اللي انا واخداه فهبدا اوظف الرولز كلا حسب مسؤوليته. هشوف الريسبونسابيلتي، تراي تو ايدنتيفاي ذا بروبلمز، اعرف لو في مشاكل معينه، اند ورك اوت ا سوليوشن، واحاول اشتغل عليها علشان احلها. ذات ميت افري وان جولز، علشان اوصل للهدف المتفق عليه. مرحله رقم 3 نورمينج، ذيس ستيج ان ذا جروبس development involving them. هلاقيها ان هنا هيبدأ انا كفريق عمل في بروسيجر هنقوم بيها، في رولز هنمشي عليها، القيم والمبادئ ايه اللي احنا بنرتبط بيها علشان اوصل للnormalizing. resolving of issue setting of group policies procedures and values member accept the team ground rule. لازم طبعا كلنا هيبقى في القواعد والمبادئ المتفق عليها، نبدأ كلنا نتقبلها ونعمل بيها. The rules and the individuality of their flow members team، ونتبع طبعا لازم التيم بيبقى له ليدر وليه قائد، ونتبع هذه القواعد. Members begin to cooperative، هيبدأ في cooperate، يتعاونوا مع بعضهم لان كل واحد بيكمل الاخر في المهمة اللي هيقوم بيها علشان نقدر نحقق الهدف المرغوب. and give constructive feedback، ومن وقت من الاخر لازم ندي feedback وتغذية رجع علشان اشوف انا وصلت لايه وفضل لي ايه واقيم الموقف واللي انا عليه. المرحلة الرابعة performing، هنبدأ بقى ننجز علشان نطلع outcomes، علشان يبقى في accomplishment للورك دوت بطريقة effective ومؤثرة وكفاءة عالية. Production is high and the climate is positive، لازم يبقى المناخ العمل اللي موجود يكون إيجابي علشان أقدر أدي منتج عالي الجودة. Members are confident about the outcomes، كمان enjoying open communications. طبعا الopen communications لازم ابقى عارف اللي انا اتعامل بالverbal وnonverbal، يبقى في formal communication، في nonformal formal communication، كل الtypes of communication اللي انا بتعامل بيها.
كمان ممكن الاقي بعض ال individuals في التيم ورك disagreement is welcoming and handling without emotional conflict. ممكن يبقى مش موافق على حاجات معينة ولكن مفيش اي اضطراب او منازعات. Her soap work is being accomplished through all stages. The stage reflects the work being accomplished most effectively. في مرحلة ال performing مع الإنجاز والإنتاج لازم طبعا هنا ألاقي إن ال outcomes أنا بقرب منه، وكمان ألاقي حاجة مهمة جدا في هذه المرحلة تكون effectively. ليه أنا بقول إن في حاجات معينة كده للتيم وورك الماترز ازاي احكم عليها ان التيم وورك ده متكامل؟ creates synergy the sum is greater than the part. هنا الاتحاد والقوة وان احنا بنجمع كلنا قوانا كجزء واحد لا يتجزأ. supports a more empowered way of work. طبعا لازم يبقى فيه support ويبقى فيه قوة في الشغل بتاعنا لنفس الاتجاه لنفس الوي اللي هيحقق الجول اللي احنا قلنا عليه من الاول خالص. encourage multidisciplinary work where teams cut across. طبعا لازم التعاون بين الاعضاء المختلفة للفريق ويبقى في تشجيع لهذا الفريق من ال organizational divided. foster flexibility and responsiveness. طبعا لازم يبقى فيه flexibility وفي مرونة وفي تحمل مسؤولية. promote the sense of achievement, equity and friendship essentially for the motivated workplace. طبعا لازم من ضمن الحاجات المهمة علشان اكون فريق ذو فاعلية لازم يبقى فيه احساسي اللي انا عايز اوصل للهدف واعمل achievement. يبقى في مساواة وعدالة، يبقى في بعض الاوقات علاقات ودية. كمان الحافز في مكان العمل دي من الحاجات المهمة جدا علشان اقدر اقول فريق اعمل قوي. building effective team. طيب انا علشان ابني فريق فعلا ذو قوة في العمل يحقق الهدف يقدر يكون مؤثر يقدر يجيب انتاج بكفاءة لازم يبقى في عوامل معينة كده اخد بالي منها. الكوميونيكيشنز اللي موجودة بينهم شكلها ايه؟ البروبلم سولفنج بيقدر يحلوا المشكلة اللي بتقابلهم بطريقة علمية وصحيحة. نيجوشيشن ممكن نستخدم بعض المهارات زي التفويض في اجزاء معينة في العمل علشان ننجز. تراست طبعا مهمة جدا ان انا يبقى فيه تراست بين الفريق والثقة. طبعا في others skills المفروض تبقى موجودة. طيب هل الفريق العمل اللي انا بكونه ممكن يبقى فيه اسباب تؤدي ان هو يفشل في مهمته؟ زي lack of vision. مش كلنا شايفين احنا المفروض لينا رؤية معينة علشان نوصل للهدف بتاعنا. مش كل الناس بيقوم بنفس القوة وفي نقص في هذه الاتحاد في رؤية واحدة. كمان من الأسباب failure to be personally. ما ينفعش أشتغل في فريق بنفسي كده مفردي، لازم المسؤولية تبقى جماعة، كل واحد ليه الجزء في المهام بتاعته، ولكن هنا ما بناخدش إن المسؤولية دي حاجة شخصية. conflict between personality. في بعض المشاكل اللي بتحصل بين أعضاء الفريق نتيجة مشاحنات شخصية بين شخص وآخر، فدي طبعا هتأدي لممكن يحصل في مشاكل في الفريق فما يكملش الفريق بالشغل بتاعه. power triggers. مش دايما تبقى القوة بتاعتي مكملة، في حاجات معينة بتخليني أحبط، لازم أخد بالي من العوامل دي. no clear identity. الهوية للفريق العمل ما بتبقاش واحدة واضحة وبيبقى فيه conflict في النص. no coaching. لازم من وقت للتاني يبقى فيه حاجات بتعمل motivation للفريق علشان يقدر يكمل. ايه الفوائد لو انا عملت team work كويس وقدر يكمل معايا صح؟ لو قلنا for employees هنقول التاسكس اش complete more quickly. انا في الفريق
العمل اللي هيتعمل في ساعتين بشخص ممكن اعمله في نص ساعة بمجموعة، وبالتالي هنا هيبقى في انجاز اسرع للمهام في عمل ما. create job satisfaction، هيبقى في رضا وظيفي، المهام المتوزعة علينا، في friendship، احنا support البعض، شايفين كلنا هدف واحد، فطبعا هنا هيبقى في احساس بالرضا الوظيفي. work is often more enjoyable hyper workplace، لو في علاقة بيننا ودية friendship هيبقى الوقت بتاع العمل طبعا هنبقى كلنا مبسوطين وفي احساس بالمتعة للعمل. ability to draw on other people experience and ideas getting support in the workplace، كمان هيبقى في قدرات بتزيد وكابابيلتيز واكسبيرينس بتتبادل بين الناس، هكتسب خبرات افكار جديده، هلاقي في سبورت في العمل بتاعي. طب بالنسبه للامبلوير هيبقى في امبروف برودكشنز اند هاير ستاف مورال، الانتاجيه هتكون ازيد وهيبقى في اعلى في حته الاحساس بالسبيريتوال والمورال بين الستاف. reduce staff turnover، اما يبقى فيه الشغل بي achieved كويس والتيم ورك جميل، طبعا مش كل شويه هلاقي اعين وناس تتفصل وناس تروح وتيجي، لا هيبقى فريق مترابط هيكمل مع بعضه. increase profit and product quality، الانتاجيه للمنتج بتاعي هيكون افضل. طيب بالنسبه للكاستمر المستهلك better production and customer service، هياخد خدمه احسن ومنتج افضل. in a group people، ما هنتكلم بعد كده في النقطه ايه هي مواصفات الفريق الفعال characteristic of effective teamwork. in group of people the characteristic of effective team consisting of the willingness to take responsibility and set aside personal issues for achieving a common goal. طبعا حتة ان احنا كلنا بنبص للهدف اللي احنا عايزين نوصل له، نوزع المسؤولية صح، مش هتبقى في حاجة هنا excluded اي حاجة بقى personal. طب ايه هي الكاركترستيك؟ اول حاجة credibility، all the people in the group should take responsibility، هيبقى في كل حد شخص موجود في الفريق لازم هيبقى له مسؤولية، هيتقبل لهذه المسؤولية وهيبدأ يقوم بالمهام بتاعته علشان نقدر نكمل بعضينا زي ما احنا شايفين في الصورة كده. وكمان مش هيبقى فيه individual bias، التحيز لشخص ما. من ضمن مواصفات الفريق برضو sense of purpose، لازم كلنا نحس ونبقى كلنا عايزين نعمل achieve للكلير ميشن عشان نوصل كلنا لنفس الجول ونفس الهدف ونوصل للهدف الرئيسي لينا. accountability it is necessary that the teams must be accountable as a group for all their failure and success. it means that you're required to report the team as group for their accomplishment if you are business owner. معنى كده المحاسبة في النجاح والفشل وازاي اقدر اعمل موتيفيشن وللانجاز اللي هو بيقوم به هذا الفريق. كمان من ضمن مواصفات الفريق العمل الناجح كوبرتيف سبريت، لازم يبقى فيه روحانيات التعاون علشان احنا هنفرح كلنا لما نوصل للنجاح والجول اللي احنا عايزينه لسبيسيفيك ميشن. كمان appreciations للجروب should appreciate knowledge diversity should which the other individual in the group can offer. they should use the skills and knowledge of particular member in a convincing ways of achieving the organizational goal. التحفيز من وقت الاخر وازاي بضيف لهم وازاي بياخدوا معلومات تقدر تفيدهم وتطور من المهارات بتاعتهم، دي من ضمن الحاجات طبعا اللي بتبقى فيها شيء من الاقناع وتكامل في الفريق. طيب عايزين نعرف ايه types of teams، هل في انواع لفريق العمل اللي ممكن يتكون لانجاز عمل معين؟ عندي اول حاجة informal teams،
the main motive behind forming an informal team in is social people. This type of team facilitates the employee a pursuit of common concern such as improvement in the working condition. Informal team ممكن نبقى as a social هدف اجتماعي، عايزين مثلا بنعمل عمل معين في جمعية خيرية او whatever، فهنا بيبقى في حاجة بتساعد على improving the work condition ويطلع outcomes كويس. في نوع تاني تيم بيبقى موجود وأعضاؤه علشان يحلوا مشكلة معينة بنسميه problem solving team. These types of teams are formed when a problem can't get solved within the structures of the standard organization. وبالتالي أنا هستخدمه هنا علشان يقدر يعمل الحل لهذه المشكلة عن طريق تقسيم. طبعا بنحط خطوات الأول لحل المشكلة ويبدأ كل حد يوظف مهاراته في الحتة اللي تخصه، وبالتالي يقدروا يوصلوا للمؤسسة للأوتكمز اللي هم عايزينه. كمان في leadership team consisting management that brings together for spanning the boundaries between the several functions in the company. leadership ممكن تبقى الشركة اللي موجود فيها الفريق العمل دوت فيها عدة أقسام، جزء في الـ HR، في الماركتينج، في البرودكشن، فهنا لازم كل تيم هيبقى له leadership مخصص ليه حسب الوظيفة أو المهمة اللي هيقوم بيها. كمان other types of teams، في self-directed team. in this type of team autonomy is given to decide how work will be completed. the self-direction team are offered a mission by the company and then determined how to complete this purpose. self-direction أنا ديت المهمة، هو اللي هيحط البلان، هيبقى عنده ذاتية يحط البلان وازاي انا اديت المهمة وعايزة انجز الهدف ده، فبالتالي هو اللي هيحط البلان، هو اللي هيبدأ يوزع المهام، هو سيلف دايركتد لكل حاجة، المهمة هيقدر يوصل للهدف المرجو. ايه هي مواصفات التيم الافكتيف الفعال؟ characteristics of effective team. have a clear understanding of their goal. اهم حاجة واول حاجة يبقى فاهم ايه الجول اللي هو عايز يوصل ليه. have competent member with relevant technical interpersonal skills. طبعا معاه كل افراد الفريق يكونوا قادرين وعندهم المهارة ان هم يقدروا يوصلوا للهدف المرمو، كل واحد يقوم بمهمته على الوجه الاكمل. exhibit mature trust. مهم جدا يا جماعة ان يبقى فيه ثقة وفي تكامل بين الفريق. are unifying in their commitment to team goal. من وقت للتاني لازم احنا في الدايركشن للجول بتاعنا، لازم يبقى عندهم good communication system على فكرة بفورمال وانفورمال، والرسموس الفيدباك اللي بياخدها من وقت للتاني، يستخدم verbal non-verbal communication. possess effective negotiating skills. بيستخدم كمان بعض مهارات التفاوض والتفويض في بعض المهام. have appropriate leadership. بيقدر يستخدم كل انواع الليدرشيب الديمقراطية، وفي اوقات معينة لازم ياخد قرار عشان ينقذ الموقف، فبالتالي هنا بيستخدم الانواع المختلفة من الليدرشيب. have both internally and externally supportive environment. يقدر ان هو يستخدم كل المصادر اللي يقدر يعمل بها سبورت للتيم اذا كانت من داخل المؤسسة او من خارجها. طيب هل في disadvantage للworking في تيم؟ ممكن يقابلني بعض disadvantage. they more time may be needed to reach a decisions and take action. ممكن في بعض الموقف عشان عايزين قرار معين ناخد وقت شوية، خاصة لو كان في حد من اعضاء الفريق دايما بيناكف ويجادل ويرفض ويبقى فيه conflict كتير. كمان من disadvantage ممكن there may be pressures to conform to team norm and attitude. الاختلاف الطباع والسلوكيات، لو انا كونت فريق غير متجانس، ودي بتبقى من البداية خالص لان لازم اختار تيم صح.
there may be resistance to change. في بعض الناس بيبقى كل هدفها ان هي تقاوم اي تغيير، دايما بتبقى هي الحاجة دي مش متفقة معايا، ودي من الحاجات المهمة اللي انا بختار اعضاء فريقي لازم يكون يبقى فيه في تقارب في المهارات في السكيلز في التفكير. كمان dominant person mean influences the team's decision making. ممكن بعض الاشخاص يبقى ليه تأثير في اخذ القرارات بطريقة سلبية. There is more opportunity for conflict to emerge and continue. بعض الاوقات بيبقى فيه بعض الاوقات يحصل كونفليكت ويحصل نزاعات بين الاشخاص الموجودين، دي من ضمن الحاجات اللي اثر طبعا ان التيم يقدر يوصل للجول بتاعه. كمان it may be difficult to work out who is responsible for the action. في بعض الـ الاشخاص في فريق العمل بتبقى في مهمة المفروض تقوم بيها ما تقدرش تتحمل المسؤولية او تتحمل الاكشن اللي طلع من المسؤولية. في الختام بنقول conclusion a teamwork is becoming increasingly important in contemporary organizations and as long as team are formed, managed and implemented effectively. لازم اي مؤسسة لما تيجي تكون تيم لازم تاخد بالها في تكوين اعضاء التيم مناسب ولا لا، بيبقى في مانجمنت صح، لما اجي بطبق صح للمسؤوليات وفي متابعه ولا لا، can provide a source of competitive advantage in terms of increasing employee satisfaction. مهم قوي ان كمان بيبقى في روح التنافسيه الايجابيه علشان يبقى في رضا من الاعضاء الفريق، فهيبقى في ابداع ويبقى في innovations ويقدروا يعملوا الجديد ويوصلوا للهدف صح. However, if teams are assigned to inappropriate tasks are managed ineffectively. لو التيم اللي انا كونته ده ما كنتش مختاره صح وما كانش كل شخص فيه مناسب للمهام المفروض انا اسندتها اليه، طبعا المانجمنت هنا هيكون ineffective. كمان ممكن يكون not provided with adequate support. لو كمان لو ما قدرتش في سبورت كويس ليه، مفيش ريسورسز يقدر يستخدمها عشان ينجز مهامه. لو في بعض الاوقات لازم يبقى فيه اوتونومي ويبقى هو يقدر يعمل دايركشن لنفسه، طبعا كل التاسكس اللي هيقوم بيها مش هتكون على الوجه الاقل. كده نكون وصلنا لاخر محاضرتنا، اتمنى ليكم الاستفادة. بالتوفيق. Thank you.